يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول القحطاني رحمه الله في النونية والله يقول في قول القحطاني في النونية والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني، هل نثبت أو ننفي عن الله صفة الانتقال؟ يعني قصد تنقل المخلوق من غير تنقل فتنقل المخلوق، وإنما يأتي كيف شاء سبحانه وتعالى، ولا نقول أنه يتنقل أو أنه هذا ما جاء فيه، نقف مع الدليل. نعم.